ولحمة واحدة وأبناء الوطن الواحد. أنا كثير هيك بتايت شوي، كيف بقول شعور شوي ازداد لما شفت الجمهور وشفت التكريم للأخ. تربطنا علاقة كثير طيبة فيه. ماهر صح ومخرج مسرحي، ولكن هو إنسان حقيقي. فيه صوت الإنسان الحقيقي، الإنسان المتواضع، الإنسان اللي بحب بلده، الإنسان اللي بحب وطنه، الإنسان اللي بحب يخدم الآخر. كيف علمنا السيد المسيح إن أنا جئت لأخدم وليس لأخدم، وهو بقتها. فأنا بحييه وأنا بفتخر وبعتز فيه أول إشي كأخ وكصديق وكواحد من الرامي، والرامي فيها كتير بقى طيبة. الفن هو لغة موهبة، موهبة مقدسة اللي بتتيح للإنسان إنه يعبر عن حاله، وإنه هالإنسان يترجم عن الأحاسيس اللي في داخله، إن كانت أحاسيس فرح أو أحاسيس لصراعات. وهذا اللي عم بنشوفه كمان بالمسرحيات اللي عم بيعملها الأخبار، إنه عم بيعلي صوت الحق لمجتمعنا وعم بفرجينا الحقيقة إنه لازم إحنا ليش ما كلفنا الثمن نحكي الحقيقة. أن أكون في هذا المكان، شكراً للكنيسة اللي اتصدرت هذه الأوبسيا، شكراً رئيس المجلس المحلي أستاذ شوقي أبو الطيف، لأن نهاية الأمر كل عمل فني أو ثقافي يحتاج إلى الحاضنة. الحاضنة هي التي تنمي أي حركة ثقافية. شكراً لوجودك. الجماعة الغفير عندما يتقدم أي حركة ثقافية خطوة للأمام يتراجع العنف، يتراجع العنصرية، يتراجع الطائفية، يتراجع فقدان الهوية. ولذلك المجتمع يحتاج، إحباطه يحتاج في ما يعصف به الآن في العالم العربي. نحن الآن موجودون ربما في أكثر فترة منذ مئات السنين، في أكثر فترة عصيبة إقليمياً، عربياً، فلسطينياً، محلياً. نحن الآن نشهد تيارات تكفيرية. ما نحتاجه لكي نجيب على كل هذه الموبقات التي تدمر النسيج الاجتماعي ونسيج الأمة، نحتاج إلى الجواب الثقافي. قد نستطيع أن تقضي هنا وهناك جيوش على داعش على سبيل المثال، لكن ما لن يستطيع أن يقضي على الفكرة سوى الفكرة. نحن نحتاج إلى تنمية الثقافة. I'm
معرفتي بالسيد ماهر فراج بديت بسنة 95 مع مسرح الجوال في سخنين، مش في الرامي، في سخنين. كان مساعد مخرج لمسرحية عودة قرقوش اللي اشتركت في المهرجان الفلسطيني الأول في المغرب. من خلال معرفتي وتجربتي بهذا العمل مع الأخ ماهر، وأنا قلت الأخبار مش السيد ماهر لأنه كان بالفعل أخ لجميع الممثلين والممثلات اللي اشتركوا لي، أنا كنت منظمة. سبب لسه قبل شوي الأخ عفيف إنه ممثل للمخرج بيكون عصبي وشديد، لكن أنا ما لمست هي الشغلة بالأخ ماهر. بصراحة الأخ ماهر أبرد من أعصابه وما عادش الله يخلق. كان إذا مش عاجبه إشي ما يحكي، يدير وجهه هيك ياكلها بجوية بطنه وبعدين يجي يعطينا الملاحظة، ويعطينا الملاحظة استراحة بكل أدب. إنسان خلوق جدا، وإذا لم تنفذ الملاحظة من أول مرة ولا الثانية ولا الثالثة لا يعفيف ما كانت عصبة. يقول بتيجي 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 يعني ما تغير هاي كانت تجربتي الأولى، بديش أطول عليكم. تجربتي الثانية كانت من خلال تعليم الدراما، كان مركز هو الدراما ببرنامج مشروع كاريف، وأنا اشتغلت عن طريقه تقريباً من 7 سنين، كان هو المركز، يعني كان المسؤول عني. المهم وجود اليوم يختلف عن كل المرات السابقة، لأنه اليوم ما بمثل حدا، أنا بمثل نفسي وبس. عصية التمثيل، أنا بمثل أحسن من أحسن ممثل في البلاد، مظبوط في ممثلين ببكونا وبضحكونا في نفس اللحظة، بس بتكون عارفين إنه هدول عمالين يمثلوا، بس بحسبكم بمثل 24 ساعة يا أستاذ، ما حداش قادر يقفرني لحد اليوم. بمثل على مراتي في البيت، بمثل في البرلمان، بمثل في مكتب العمل، ولحد اليوم ما حداش عارف إنه أنا ممثل. بعرف مواعيد اضرابات مظاهرات اعتصامات، كله مسجل عندي على اليومان. مثلا امبارح كان في اعتصام الساعة 5، الساعة 5 إلى 5 كنت هناك. الساعة 5 اجت الكاميرات، دبيت حالي قدام الكاميرات وصرخت: لا تشريد ولا تهويد عن أراضينا ما بنحيد، نحن باقون هنا كشجر الزنزلخت، إننا هنا باقون. وبضرب لي شي شرطي وبضبط لي شي جندي وركان على البيت. وتاني يوم كل الصحف بتكتب عني، الراديات بتدور علي، التلفزيونات بتحكي عني. يا هيك الشغل يا بلاش. هي عصية التمثيل، انا ممثل من وانا طالب في المدرسة الثانوية. لما كنت طالب في المدرسة الثانوية عينوا عندنا عاملة اجتماعية. طب شو عاملة اجتماعية؟ انا متأكد حلوة كثير. زي مولد جوهر البدن، طول شعر اشقر عينين زرق، انا شفت هالشوفه اركان عند مربي الصف. استاذ استاذ مين هاي اللي بعلم اللي عيطوا عندنا؟ شو بتعلم؟ عربي عبراني رياضيات انجليزي؟ ولك يا ابو شويلد هاي عامله اجتماعيه. عامله اجتماعيه؟ شو يعني عامله اجتماعيه؟ شو بتعلم استاذ؟ عربي عبراني رياضيات انجليزي؟ عامله اجتماعية يعني بتحل مشاكل. وقال لي بتحل مشاكل، وانا صرت نبع مشاكل. كل يوم صرت اخترع لها مشكلة. يوم اقولها انا اديكم بلا ريش، انا الشمعة المطفية، انا الورد الدبلاني. وفي يوم من الايام حضرت لها مشكلة من كعب الديسك كل الليل وانا ادرس كاني رايح امتحان. ست عامل اجتماعية، انا الصراحة يعني صرت بالصف ال 11 وقربت على البيروت، وكل الوقت انا كنت مهمل في دروسي، قضيت نص السنه بريت الصف، مرات اهرب، مرات يطردوني، بس اسا قرب البيروت بدي انجح في الامتحانات، عم بحاول اغير سلوكي، بس العينين مش قادرين يعطوني فرصه. جدي ونسيت ويلك، اشتقت لك كثير، اشتقت لك
حياتك وحياتك سامحني عدي خير ارجع لو لحظة زمان وما في حاجة للأفة وإترك مهنس البلاء وبالصابر بكرم كفي نسبالي ما عاد تخوف سيارة جديدة بتنظف نسبالي ما عاد تخوف سيارة جديدة بتنظف خايف أنسى حالي وخايف يسكن لي حالي شرير جدي يوسف وينك اشتقت لك كتير ارجع لي لو الوحيد صحي قلبي من هالعين ارجع لي لو انه حلم صحي قلبي من هالعين لو تغمض عيني ليلا وحبك ارقني يا احلى قمر لم تجف دمعتي ابدا خوفا عليك من اي خطر كثيرا ما غمر قلبي النظر وانا من النافذه أسترق النظر وأصغي لرذاذ المطر أشعر ببرودة قطراتك وأتذكر واثقة أنك لا ريب ستموت وأصر على مواجهة القدر أنظر إلى صورتك في قلبي أراها كأنها قطرات المطر قطرات المطر التي تأخذني إليك وقد حررت قلبي من اليأس والضجر أتعلم في الكثير من الأحيان أقول يا لذلك المطر كيف يستطيع أن يجمع الأحباء بالروح ويعلم الضعفاء من بني البشر كيف يصنع الحب القدر كيف يصنع الحب القدر منذ نعود أطفالي أجل أن تميل الفقراء للمعذبين هؤلاء هم أهلي هؤلاء هم عائلتي اعتز بهذا الانتماء افتخر بهذا الانتماء افتخر بانتماء لرامتي رامتي التي يتغلغل حبها في روحي هي راح وروحي واهلها طيبون منذ طفولتي كان بالنسبه لي الإنسان هو الأساس سواء كان من طائفة بين قوسين أو من الطائفة الأخرى أو الطائفة الثالثة نحن هنا هذا انتمائي أنتمي لهذا البلد بكل طوائفه بشعيبه بمسيحه بمحمده هذا هو انتمائي الذي أعتز به إلى آخر رمق في الحياة اختصار انا ابن الوطن ابن الناس ابن الفقراء ابن التعسى اشكر كل من قدم كلمه او تحيه لكن ابدا من هنا عندما كنا اطفالا تتلمذنا في مركز الاحداث مركز الاحداث الذي علمني حب المسرح وحب الناس والفضل لطيب الذكر أبونا فرج نخبة هناك وقفت لأول مرة على المنصة ومثلت مسرحية بعنوان الأستاذ المجنون من إخراج نيفور كنت طفلا رعانا قدس الأب فرج نخبة رحمه الله شوقي أبو الطيف الموت الأكبر تكلمت
عما فعلت للمسرح البلدي. أنا أريد، هناك من قال أنك بالغت، أنا أتكلم عما أرى وبكل صدق وبساطة وأسرع. شوقي أبو الضيف أول رئيس مجلس يدعم مسرح الرام البلدي لهذا الشيء.